من بين التجارب التي بقيت عالقة في ذهني هي تجربة تاع عمي عزوز. عجبت لي بزاف وقلت له أنا كاش ما خصيت أنا نعاونك، أنا نعاونك، قلت له كاش ما خصيت أنا نعاونك. هذه إجابة. السواح اليوم سأشتغل ك يعني كيفاش نقولوا ان جيد توريستيك، ماهوش خارج من حنقه، هو خارج من قلبه، وربي يحفظه وعطوه التصفيقة. حمرتونا وجهنا، اعطيتونا ماده وين ولينا حنا يعني نفتخروا بها مع الاجانب، نقولوا نوريها لهم، نقولوا شوف انا البلد. با سي سي بار باسيون، هذه سي اون باسيون اللي حققتها، مازال عندي حوايج واحد اخرين نزيد نحققهم ان شاء الله. لا والو، نخدم غير بذراعي انا ولادتي، هز الحجار ربني زوق كذا كذا كذا. تقدر تسقسي بوتيت اللي راهم هنايا، شكون اللي يحب يروح للصحراء بار اكزومبل يرفد يدو. هاو التفاعل، كاين اللي ماهمش حابين بصح. اصعب ليله هي الليله الاولى. حنا السياح نتاع الجزائر لازم نديروا اليد في اليد. دراهمنا ناكلوهم حنا. هذيك هي. خلاص. خلونا بوزيتيف مع محمد احمد خريفي نهار الحد 9:15 العشية على شروق تيفي.